الاستاذ للطالب انذاك الاستاذ تنظيم هذه الجلسه التي تدور حول قراءه في كتاب الاستاذ الباحث امين سعيد. الكتاب يحمل عنوان التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقه الدستوريه لسنه 2011 والممارسه السياسيه. أذكر بأن هذا الكتاب يندرج هذا اللقاء العلمي في تقديم قراءة علمية لموضوع التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي، وأعتقد أنه بعد مرور قرابة 10 سنوات على إقرار الدستور الجديد أفرزت الممارسة العديد من الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أن هناك تحول معياري على المستوى النص الدستوري من خلال تكريس العديد من السلطات للحكومة وللبرلمان. الملاحظة الثانية وهو أن هذا التقدم الدستوري لم يواكبه تقدم على مستوى النخبة السياسية الحزبية. نحن أمام دستور متقدم صدر في دستور في سنة 2011، لكن تم تطبيقه بنخبة حزبية سياسية تشتغل بدستور 1996. الملاحظة الثالثة أيضا داخل موضوع التوازن، هناك صلاحيات كبيرة منحت للبرلمان خاصة على مستوى توسيع مجال التشريع، غير أنه من حيث الممارسة العملية وبالعودة إلى الولاية 9 والولاية 10 يتضح أن المشهد السياسي المغربي ما زال يشتغل بالمقاربة التقليدية، بمعنى أنه ترسيخ قاعدة أن البرلمان مشرع استثنائي وحيد في مقابل هيمنة الحكومة على مجال التشريع. وفي الشق المتعلق بالمجال التنفيذي طبعا هناك تحولات على المستوى المجال التنفيذي من خلال انبثاق مؤسسة جديدة اسمها رئاسة الحكومة تستند على مشروعية انتخابية وحزبية، ومن خلال كذلك منح سلطات لرئيس الحكومة سواء على مستوى اقتراح الوزراء أو على مستوى طلب إعفائهم أو طلب إعفائهم لدى الملك، أو أن الملك يمكن له أن يستشير رئيس الحكومة قبل إعفائه للوزارة. ثم الصلاحيات الواسعة على مستوى التعيين في المناصب المدنية، غير أنه على المستوى المقتضيات المتعلقة بتشكيل الحكومة هناك إشكالات كبيرة. الإشكال الأول وهو عدم قدرة الفاعلين الحزبيين على فهم الفصل 47، وهو ما قاد في هذه الأيام الأخيرة بالعديد من الأحزاب السياسية بمطالبة تعديل الفصل الدستوري. والحقيقة أن هذه المطالبة بتعديل هذا الفصل أو بتقييده هو يشكل ارتدادا على المسار الإصلاحي الذي انطلق في سنة 2011، بل أكثر من ذلك بالعودة إلى المذكرات الحزبية التي رفعت إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور برئاسة الأستاذ المنوني، سنجد أن كل هذه الأحزاب بما فيها اليوم التي تطالب بتعديل الفصل 47 هي كلها كانت تطالب بأن يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى. ثم أيضا أنه عندما نعود إلى خطاب 9 من مارس 2011 سنجد أنه أسس لهذه الوضعية الجديدة من خلال ربط صناديق الاقتراع أو ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.